سمية السيد سليم اللي كانوا سمينا في مدينة اويسنا من مواليد لغاية سنة 70-75. انا اؤكد لك ان لك انه صورة لجدتك بالمايوه وصورة لوالدتك قط وبالمايوه. السلام عليكم. بعد هجومه على سيدات الصعيد اللي هم أسياده وتاج راسه المستشار مرتضى منصور يتوعد إبراهيم عيسى بالحبس. هنشوف لحظة القبض على إبراهيم عيسى وتقديم عدة بلاغات ضده والنائب مصطفى بكري وهجوم قاسي جدا على أبو حملات اللي نسي نفسه تماما وشايف إن هو بقى صح وبقى بيهاجم الدين ويهاجم الصعيد ويدعم فيلم زي أصحاب ولا أعز بتاع منى زكي اللي بيدعم الشذوذ والمثلية وأيضا بيدافع جدا على سيد القمني اللي أعلن إلحاده وأعلن كفره وطلع يأيده وما زال بيهاجم حتى الصيدلي لما كان بيقرأ في المصحف شفناه وهو بيهاجمه. إبراهيم عيسى عايز إيه؟ سايبينه كده في القناة يعمل اللي هو عايزه ومفيش أي حساب ولا عقاب؟ لأ. انا كافر وانا في المطار. يا عم انت ربنا وقادر وكل حاجة وقادر تنصرني، ما تنصرني للوقت، تنصرني بعد حين ليه؟ انا كافر ربنا ناكل الشيطان جنبي. انا كافر. سمعته؟ هو بيدعم الشخص ده، يعني معنى كده ان هو كافر زيه. هنشوف مع بعض في الفيديو تفاصيل كتيرة جدا جدا. في البداية خلينا نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام. ابراهيم عيسى بيحب جدا يأيد الناس اللي زي نوال السعداوي وسيد القمني وأي حاجة تدعو للشذوذ والمثلية، بيهاجم الرسل والصحابة، بيهاجم صيدلي بيقرأ في المصحف، وشفنا حاجات كتيرة قوي. لكن النائب مصطفى بيقول أمهاتكم سنة كل مواليد 75 أمهاتهم قبل كده كانوا يلبسوا مايوهات في الصعيد والبحري وفي الأرياف وبتاع، النهاردة نمسك اللي بيقرأ قرآن في الصيدليات ونقعد نسب فيهم ونقعد بعد كده ندافع عن فيلم مش عارف ايه بتاع المثلية ونقعد نشيد بيه ونقعد نقول والله نغير الديانة من البطاقة إلى كذا. أجي النهاردة أقول نسوان الصعيد في سوهاج وأسيوط ومش عارف ايه وبحري ايه وبتاع ايه مواليد 75 يرجعوا هتلاقوا أمهاتكم وإخواتكم بكل تأكيد وبيأكد بكل تأكيد لابسين مايوهات. يا أخي ارحمنا بكلامك ده، أنت كل يوم أنت عايز تعمل لنا فتنة في البلد. هو أنت ما سيبش هجوم لا صحابة ولا ناس ولا بشر ولا مش عارف إيه؟ أنا بطالب المجلس الأعلى للإعلام أن يتدخل، دي فتنة اللي بتحصل على الهوا في إدعاءات كاذبة. والله المفروض المجلس الأعلى للإعلام يجيبك ويقعد ويحقق معك في هذا الموضوع. طالب مصطفى بكري المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف برنامج إبراهيم عيسى اللي المفروض كانت وقف من زمان قوي بصراحة ويتماثل قدامهم للتحقيق، لأنه غلط وغلط في سيدات مصر، بس مش بس الصعيد ولا الفلاحين، لأنه أخص بالذكر كل محافظات الجمهورية. وتكلم إبراهيم عيسى وقال مين من السيدات أيام السبعينات والستينات ما كانتش بتلبس مايو أو صورة لجدتك وصورة ليها بالقط وصورة لوالدتك وهي لابسة مايو أو هي لابسة بيكيني أو لابسة مايكرو جيب أيا كانت التسمية. عايز أقولك أمك هي اللي بتلبس الكلام ده، روح شوفها. كلنا دلوقتي عندنا مطلب جماهيري نشوف صورة الست الوالدة وهي لابسة بيكيني أو لابسة مايو. لو رحت سألت أي سيدة من سيدات الصعيد والفلاحين هيقولوا لك يعني إيه مايو، هم بيلبسوا اللي انت من مواليد 70-75. أنا أؤكد لك إن لك إنه صورة لجدتك بالمايو وصورة لوالدتك قط وبالمايو. أؤكد لك كنت فين بقى؟ في المنيا، في الصعيد، في سوهاج، في أسيوط، في بلطيم، في الزقازيق، في المنصورة، في المنوفية، في صورة لست والدتك أو لست جدتك لابسة المايو أو لابسة القط أو لابسة الميكروجيب. بيلبسوا حاجة يا إبراهيم يا عيسى اسمها الملس، وبيلبسوا الشال الكبير وإيديهم ما بتلمسش إيد اللي قدامهم حتى ولحد الآن، أو يلبسوا جلابية كبيرة والجلابية واسعة أنت نفسك تتوه فيها، تغلط في أسيادك مش هنسكت لك ولا ينفع حد يسكت لك. والعيب مش عليك بس، ده العيب على القناة اللي ما زالت حتى الآن لم
يعني ما وقفتش البرنامج بتاعه يا جماعة، ولا أي حالة للتحقيق من إبراهيم عيسى من قبل القناة. ولكن طبعا شفنا بلاغات كتيرة جدا جدا، بلاغ اليوم ضد إبراهيم عيسى من محامين الصعيد. طبعا تقدم اتحاد محامين الصعيد ببلاغ رسمي للنائب العام ضد إبراهيم عيسى عقب تصريحاته عن نساء الصعيد ولبسهم للمايوهات في الستينات. الأمر ده أثار جدل على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المحامي عابد الوكيل إن هناك مجموعة من المحامين المنتمين للصعيد سيتقدمون ببلاغات رسمية ضد إبراهيم عيسى بعد تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا بشأن المرأة الصعيدية. وأضاف الوكيل لابد من وقفة ضد كل من تسول له نفسه التهكم أو الاستهزاء بالمرأة الصعيدية، مشيرا إلى أن تصريحات عيسى أثارت غضبا شديدا بين جميع فئات المجتمع. وطالب الوكيل بضرورة التصدي لمثل تلك الأمور، مؤكدا على ضرورة اتخاذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موقفا ضد إبراهيم عيسى. والجدير بالذكر قال الإعلامي اللي هو لا يستحق حتى لقب إعلامي إبراهيم عيسى في برنامجه: لو أنت حضرتك من مواليد الستينات والسبعينات هت تلاقي اكيد صورة لوالدتك وهي لابسة مايوه او بيكيني او اي لفظ اللي هو قاله. عايز اقول العيب مش على بس ابراهيم عيسى، العيب على القناة والمجلس الاعلى للاعلام انه سايب شخص زي ده يمارس حقوقه ايام ما وقف اجلال لمنى زكي علشان فيلم كله للأسف شذوذ ومثلية، وبعد كده لما طلع تحكم على الحجاب وقال مفيش اي حاجة تدعو للحجاب. اللبس اللي انت شايفه ده هو لبس نساء الصعيد والفلاحين، هما معنى العفة والستر والحياء اللي انت ما تعرفوش. لو امك حالة نادرة خليها تلبس براحتها. مرتضى منصور طلع وشفناه وهو بيتهجم عليه وقال هو الدولة هتخاف من واحد ابو حملات؟ انت افتكرت فاكر سمية اللي جات لك ديليفري؟ طبعا كلنا عارفين علاقاته النسائية وهو مفضوح اصلا من يومه، بس العيب على اللي بيسموه اعلامي وهو لا يستحق ده. وقال له هحبسك يا ابراهيم وهديك بالجزمة وانا ما بخافش من حد ومش هخاف. اذا كان انت لسه بتدعم الملحد الكافر اللي توفى القمني احنا كمان مش هنسكت لك ولازم كلكم تخلصوا. طبعا عارفين مستشار مرتضى منصور دايما مواقفه جريئة وما بيخافش، ولكن بصراحة لازم إبراهيم عيسى ده يتاخد موقف ضده، وإن شاء الله قريبا نشوفه هو بيتسجن زيه زي غيره، مش يبقى واقف حتى للبرنامج شوية ويرجع يشتغل مرة تانية. احنا مش عايزين حتى اعتذاره، احنا عايزين فعلا ما نشوفوش تاني على الشاشة. رأيكم مهم، ياريت تدعمونا بلايك أو حتى ديسلايك. سلام عليكم.